الحمد لله، بخير يعني تمام. مباراة احنا وين قدرنا يعني نحققوا الفوز في النصف النهائي، وان شاء الله احنا مركزين عشان ذي البطولة احنا تعبنا عليها، وما يخفى لكش انه احنا يعني كنا على بعد خطوة من الخروج من البطولة، وان شاء الله احنا مركزين 100% عشان ناخذ بطولة. اكيد يعني ما يخفاش انه الجماهير هم يعني نصف الفوز تاعنا، هم اللي حفزونا، وكل ما نشوفوا يعني الملعب فيه ساعة اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجة ثانية. واحنا ان شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقة، وان شاء الله ما نخيبوش امل ان شاء الله. لا، ما فيش ولا اجهاد، ما في ولا سبة، ما كان حتى سبة اللي تخلينا نقول اجهاد، عشان احنا محضرين في احسن ظروف، واللعيبة كلها الحمد لله ما فيش اصابات، وان شاء الله نكون قد المسؤولية ان شاء الله. في النهائي ونقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله. لا، عامل الجمهور مهم طبعا. احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في استاد القاهره، ماتش كبير ان شاء الله، وربنا يكرمنا وان شاء الله نحقق ال 11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني ان شاء الله. الحضور الجماهيري هو رقم واحد في الماتش، هو اللي السند لينا، هو الدعم لينا في المباراه ان شاء الله. وهم كل ماتش بيجوا بيبينوا للناس والبلد كلها ان هم حاجه كبيره، والجماهير حاجه كويسه في الملاعب وحاجه تشرف مصر، وان شاء الله نقدر نفرحهم ونروحهم مبسوطين ان شاء الله باذن الله. احنا بنستعد زي ما قلت قبل كده، احنا بنستعد زي كل ماتش، بس ده نهائي افريقيا مختلف شويه، الاستعداد بيبقى بدري شويه، بتحضر ذهنك من بدري شويه، بتركز اكتر. لو بتركز 100% لا بتركز 1000000%، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمنا ونعمل ماتش كبير باذن الله. نقاط القوه، لا هي نقاط القوه اللي احنا نركز نلعب لعبنا، نلعب ادائنا، ما نهيبش الموضوع، ده نهائي افريقيا، استمتع في الملعب، وان شاء الله باذن الله احنا قادرين على كده باذن الله. بقول لهم ان شاء الله نقدر نفرحكم، بس انتوا ادعمونا بشكل قوي في الملعب وبره الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحكم باذن الله.